وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، 14 فبراير 2005 ذكرى رحيل ثابت البطل نجم حراسة مرمى الأهلي الأسبق ومدير الكرة الذي يعد من الأنجح في تاريخ النادي. وولد ثابت البطل في 16 من سبتمبر 1953 بمدينة الحوامدية، وكان أحد أشهر حراس المرمى في كرة القدم المصرية، واقترن اسمه بكثير من الإنجازات كحارس مرمى للنادي الأهلي طوال 17 عاما التي قضاها كلاعب في الأهلي. هاني ثابت يشوط ثابت على مهله ثابت. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.